احنا لايف يا دكتور. جميل جدا. يلا يا سام. هذا يا باشا افتح بس اللي عندي الفيسبوك. ماشي يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم جميعا في ويبينار قسم العظام مستشفى النيل للتأمين الصحي بالقاهرة. حقيقة يعني ننتظركم في مواعيدنا الثابتة الاثنين والجمعة، وأنتم عارفين إن إحنا بقالنا يمكن داخلين على سنة، بقالنا 10 شهور تقريبا. المواعيد ثابتة دلوقتي 2:11 مساء بتوقيت القاهرة، والجمعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. شهر يناير بداية السنة الجديدة، الحمد لله كانت بداية يعني إن شاء الله تكون خير كده علينا وسعادة على يعني مصر وكل الدول العربية. ربنا كده إن شاء الله يعني جالها فتحة خير علينا. شهر يناير فيه محاضرات كويسة جدا جدا، وفي يعني عايز أقول لكم مواضيع في غاية الأهمية. طبعا يعني النجاح دوت والمتابعة اللي حضراتكم بتتكرموا بيها علينا سبب كبير جدا في سعادتنا، دافع كبير جدا لينا ان احنا بنكمل معاكم المسيرة، وحاسين الحمد لله ان في مردود ايجابي، مردود كويس جدا جدا للمحاضرات، وده الحقيقة حاجة بتسلج صدورنا جميعا. بنشكر طبعا حضراتكم، لكن طبعا شكر لله يعني وحده، شكر لله في الاول وفي الاخر. برضه بنشكر شركه الجزير الراعي الرسمي للكورس من ساعه ما بدانا وحتى الان، في شركه ان شاء الله الاسبوع القادم كمان طلبت انها تبقى سبونسر معانا وان شاء الله ندخلها. عايزين نشكر فريق العمل بمستشفى النيل، دكتور سيف محمد ربنا يشفيه، دكتور احمد شميس، دكتور احمد سليمان البنا، دكتور عمرو الحنفي. برضك بنبشركم من النهارده الحمد لله نزلنا لكم محاضرتين على قناه اليوتيوب. القناه بتاعتنا اسمها زي اسم الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، اسمها قسم العظام مستشفى النيل. النهارده كان محاضرتين انتوا كنتوا طلبتوهم بالاسم، الدكتور وائل سمير الاوستيوتوميز اراوند ذا ني، ودكتور ماجد سامي الباتيلو فيمورال انستابيلتي. محاضرتين جامدين جدا، ادعوكم ان انتم تشتركوا في القناه، تعملوا سبسكرايب وتسمعوه، ما تنبسطوا قوي قوي الحقيقه ان شاء الله. طبعا كالعاده ودايما يا رب يعني معانا على طول اشهر تشيرمان، بنورنا وبيشرفنا وبيمتعنا بالمحاورات بتاعته ودمه الخفيف، ربنا يخليه لنا يا رب. الاستاذ الدكتور عاطف البتاجي استاذ جراحه العظام بطب عين شمس، اللي انا بنقل له الكلمه بدوري، هيقدم لنا النهارده الموهوب اللي احنا بنحجزه بالشهرين والثلاثه عشان يفضلنا نفسه، الاستاذ دكتور احمد نعيم. طبعا فضل دكتور عاطف الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر طبعا دكتور اسامه عبد الرشيد على التقدمه الرائعه دي. بشكركم جميعا، وزي ما الدكتور اسامه كان بيقول، احنا لما ابتدينا الويبينار بتاع قسم العظام مستشفى النيل ما كناش متخيلين ان احنا كنا تقريبا بدينه في رمضان، فقلنا تقريبا خلاص يعني هنقدم الخدمة في رمضان ويمكن بعديه شهر شهرين وهنكتفي بهذا. لكن طبعا ردود أفعالكم ومتابعتكم لينا وتشجيعكم لينا في الرسائل اللي بتجينا سواء على الشات أو بتجينا حتى على الميسنجر بتاعنا الخاص،
خلينا لا ان احنا لازم نستمر ولازم نحاول نبذل اكثر جهد عشان نفيد اكبر عدد ممكن من زملائنا. فاستمرينا اهو 10 شهور وداخلين على سنة، يمكن في مارس الجاي هتبقى سنة ان شاء الله، بفضل طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، بفضل مجهود فريق العمل الرائع في مستشفى النيل برئاسة دكتور أسامة عبد الرشيد، بفضل المشاركة الرائعة الجبارة من شركة إليكسير، وكذلك الفضل يرجع بعد ربنا إلى زملائنا السبيكرز اللي احنا ربنا وفقنا في اختيارنا لهؤلاء السبيكرز، بحيث فعلا احنا مش بنقول محاضرات فقط، احنا بنقول محاضرات وبندي عصير خبرات كل الأساتذة الزملاء اللي بيدوا من وقتهم وجهدهم وفكرهم وما بيبخلوش علينا ولا عليكم بحاجة. فالشكر الجزيل واصل ليهم، يا رب يا رب يجازيهم خير عن كل اللي بيعملوه. النهاردة محاضر من نوع خاص، هو غني عن التعريف لأن فعلا رسائلكم وانبهركم بمحاضراته وبطريقته السلسة، زي ما دايما بقول السهل الممتنع الممتع، الأستاذ دكتور أحمد نعيم one of the pioneers of the hand في الوطن العربي ليس فقط في مصر. مش عايز أطول عليكم، النهاردة هيتكلمنا عن موضوع مهم جدا جدا جدا، موضوع يمكن معظم دكاترة العظام بتشوفه، في اللي بيقدر يشخصه وفي اللي ما بيقدرش، واللي بيقدر يشخصه بيبقى فيه ديبيت هيعمل أي نوع من العمليات ولا مش هيعمل عمليات. فالنهارده أستاذ الدكتور أحمد نعيم هيجاوب لنا على ما كانش كل الأسئلة دي اللي بتدور في خاطرنا، يبقى على الأقل على معظمها، فكلنا انتباه إن شاء الله ونستمع إلى أخويا الصغير أستاذ الدكتور أحمد نعيم. اتفضل يا دكتور أحمد. السلام عليكم. أنا طبعا بشكر الدكتور عاطف، يعني أستاذي، ويعني فخر ليا إن هو يقول إن أخويا الصغير، يعني دي حاجة تشرفني جدا وأعتز بيها جدا. يعني بشكر حضرتك على الكلمات الرقيقة يعني اللي أنا ما استاهلهاش. بشكر طبعا الدكتور أسامة عبد الرشيد على مجهوده وفريق العمل اللي وراه، اللي أنا فعلا نفسي أتعرف عليهم يعني، وأنا يعني ما تشرفتش بمقابلتهم، لكن طبعا مجهودهم واضح جدا وربنا يجزيهم خير جميعا يعني. وبشكر طبعا الشركة المنظمة، شركة إليكسير، ومش عايز بقى ايه اطول، انا ابتدي بقى عشان يعني احنا اصلا الوقت متاخر شويه. طيب النهارده بقى هنتكلم على الكيمبوك ديزيز، ودي حاجه يعني فعلا كده هي ستيل ميستيريس. رحمت، انا هبتدي بالسؤال اللي هو مين روبرت كيمبوك ده؟ ده الراجل العالم اللي وصف لنا، أول واحد وصف الكيمبوك، وصفه في 1910. فأنا يعني لو كده بس من حضراتكم كده، الناس اللي حاضرة، هو راجل يعني ده انجليش اناتوميست ولا اوستريان راديولوجيست ولا جيرمان اورثوبيديك سيرجن ولا جيرمان باثولوجيست؟ يعني حاجة كده ريفريشنج كده في الأول. انا ما اعرفش يعني حد ممكن يجاوب في الشات، انا مش عارف. اكتبوا على الشات يا جماعه، في بقى ناس بتقول 2 وفي ناس بتقول 4، اللي هو يعني الجيرمان باثولوجيست ده. لا بصوا، في 3 كمان. واحد كمان كده، كل الاختيارات، كله قال كل الاختيارات. طيب احنا، هي الاجابه على فكره، الإجابة هو راديولوجيست من من النمسا، هو ده اللي وصف الجين بوك في 1910. احنا الآن بعد 110 سنة لغاية دلوقتي الموضوع يظل ميستيريوس في اسبيكتس، في معظم الاسبيكتس بتاعته. الحقيقة احنا الايتيولوجي لغاية دلوقتي مش قادرين يعني نحدد بالظبط او بصورة قاطعة الديفينيشن بتاعه والباثوجينيسيس والباثولوجي والايتيولوجي ايه هو بالظبط. ايفن حتى الناتشرال هيستوري اوف ذا كيمبوك از يت تو بي ديفايند.
والتريتمنت او الايديال تريتمنت حتى الان ستيل يت تو بي ديفايند، بالرغم من كل التكنولوجي اللي حصل وكل الاندرستاندينج والريسيرش اللي حصل في خلال ال 110 سنه دول، احنا لغايه دلوقتي عاجزين عن ان احنا يعني نقتحم تماما المنطقه الغامضه دي. ليونيد طبعا يعني كورنر ستون بون في الريست، وهي زي ما كنا بنقول كده قبل كده في الاسكافويد، هي دبلي انتركاليتد، هي انتركاليتد ما بين الديستال رو والريديوس والالنو من ناحيه، وبين الاسكافويد واليونيد من ناحيه تانية، وهي انبالانس بتوين الاسكافويد من ناحيه اللي عماله عايزه تاخدها معاها في فليكشن نتيجه اللودز، والترايكويترم اللي هي من ناحيه تانية عايزه تاخدها معاها في اكستنشن. في النورمال كونديشن هي ان بالانس او نيوترال نتيجه الايه البالانسد او الايكوليبريم ما بين الايه الفورسز من الاسكافويد واليونيت. انا اليونيت شايفها يعني بشبهها كده زي قطعه التورته دي، هي مكونه من اوسيس بورت وعليها كارتلاجينس كاب وفي فاسكولار تيشو ان بتوين. ومهم قوي ان احنا نبص لها دايما كده، احنا مش هي مش عظمه، هي مش مجرد عظمه، لا هي عظمه كارتليج اند فاسكولار. هيفرق معانا ده جدا في الاندرستاندينج بتاع الباثولوجي والتريتمنت اوبشنز. اليونيت كومبارتمنت عباره عن ترابيكولار بون، وفي الديستال بورت في عندنا اللي هي بنسميها يعني بليت كده، سب كوندرال بليت في الديستال بورت، وارفع منها تحت في البروكسيمال بورت خصوصا في الريديال بورت بتاعه فيري ثين سب كوندرال بليت، يعني يمكن الثيكنس بتاعها واحد من يعني 0.1 مليمتر، واحد من عشرة من المليمتر، بعكس الدنس أو الثيك سبكوندرال بليت اللي موجودة في ديستلي. وألونج بين التو كوندرال بليت سبكوندرال بليتس دي الترابيكولي are arranged in a radial fashion كده to support البون نفسها اليونيت. وفي ناس نشرت بتتكلم على ان في عندنا 3 main types من ناحيه الشكل او 3 forms لليونيت. الاولاني كده trapezoidal، والتاني rectangular او square shaped، والنوع الثالث بيبقى ليه 2 proximal articular surface كده، هو بيقولوا عليه pentagonal، يعني هو 5 اضلاع و2 articular surface. حاجة الملفتة إن نتيجة الشكل ده الترابيكولار باترن بقت عاملة ليها يعني بقى ليه يعني certain form في كل واحدة. فالأنجل هنا عاملة لنا حوالي، بقت الترابيكولار هنا عاملة أنجليشن حوالي 130 درجة. في التايب 2 اللي هو بيمثل 50% تقريبا عاملة لنا أنجل حوالي 100 أو 110 درجة. وفي النوع الثالث اللي هو بيكون حوالي 20% nearly perpendicular. لقوا ان التايب الاولاني ده تايب 1 ده موجود اكتر في الالنا، يعني في الريست اللي فيه الالنا ماينس، والتايب الاخير ده موجود اكتر في انواع الريست اللي فيها الالنا بوزيتيف. وده هيبقى ليه ممكن يبقى ليه implication في الباثولوجي او الاتيولوجي بتاع الكيمبوك زي ما هنتكلم بعد شويه. طيب حاجه بقى اللي هنتكلم عليها البلاد سبلاي. البلاد سبلاي ده الاكسترا اوسيوس بلاد سبلاي جاي من دورسال نتورك، مكونه اساسا من الريديو كاربل ارشز والانتر كاربل ارشز اللي هنا، دي جايين اصلا من الراديال ارتري والالنر ارتري والانتر اوسيوس ارتريز.
وموجود برضو على الفولر سايد. انا اسف، ده الدورسال وده الفولر. عندنا برضو من الفولر سايد، ويمكن ده اهم برضو، عندنا نتورك بتسبلاي اليونيت. لكن جوه اليونيت الانترا اوسيس بلوت بياخد كذا برضو فور، ايذر ذا واي شيبد كده او الاي باترن او الاكس باترن، ودي عباره عن الاناستوموزز اللي موجوده بين الفولر والدورسال. يبدو سيمز ان الفولر بلود سبلاي مي بي مور امبورتنت عن الدورسال. ولقوا في ريبورتس مختلفه يعني ما بين 7 to 20% من اليونيتس لقوا ان الفاسكولار سبلاي بتاعها يعني بيسموه at risk، يعني او بيخلي اليونيت at risk for a vascular necrosis. انهي بقى نوع دي اللي هي تقريبا الانواع دي اللي هي 7 to 20% بتعتمد على سورس واحد او ميلي على سورس واحد without anastomosis without يعني significant anastomosis جوه العظم، وبالتالي هي عرضة أكتر من غيرها إن يحصل لها infarctions أو ischemia and so on زي ما هنتكلم. الفينز نفس الكلام، بتفولو الarterial supply، ودي برضو هنا عندنا major ده الفينز الفولر أو الدورسال من هنا، وتبتدي تدريبيوت جوه اليونيت وتعمل لنا برضو parallel veins كده parallel للarteries inside the bone. برضو من الفيتشرز اللي هي يمكن لها implication ان الdistal articular surface بتاع اليونيت بنقسمه لتو تايبس. فيجس ده الراجل ده قسمهم لتو تايبس. تايب 1 ان هو اليونيت بس بتارتكوليت مع الكابيتيت فقط، وده بيمثل تقريبا على حسب الاستادي اللي هو نشرها تلت الحالات، تلت النورمال بوبوليشن يعني. التايب 2 لا، الديستر ارتكولار سيرفيس بيارتكوليت مع الكابيتيت اند هاميت، وده في تلتين الحالات. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي احنا بيحصل مع تسليمنا ان احنا لغايه دلوقتي برضو مش مدركين قوي، لكن الساينس والريسيرش بيقول لنا ايه. فيما يبدو، انا هتلاقوني بقول فيما يبدو يعني ما فيش حاجه يقينيه، لكن في كلام كتير او في حاجات شواهد بتقول لنا او في استنتاجات بتقول لنا، لكن ما فيش حاجه يعني لسه ما وصلناش لدرجه اليقين. فيما يبدو ان تريجر حاجات تريجرينج الانسيدنس بتاع الافاسكولار نيكروزز اللي هتحصل في اليونيت في عيانين عندهم اليونيت what we call اليونيت at risk، ونفس العيانين دول غالبا عندهم الريست برضو at risk. في البيشنس اللي عندهم modulating factors هتبتدي تغير المسار بتاع الانسيدنس اللي فاتت دي وتتجه بيها تاخدها ناحية الافاسكولار نيكروزز، ودول بقى انا بسميهم patients at risk. يبقى تريجر حصل لpatients at risk عندهم ريست at risk واليونيت at risk، وزي ما هنشوف دلوقتي. طب patient at risk ده ايه؟ يبدو برضو ان هي في مجموعة عوامل related للايج، maybe related للsex، maybe related للcomorbidities اللي عندهم، ممكن يكون الcoagulation pattern اللي عندهم ليه دور، ممكن يكون حصل لهم incidents معينة من trauma أو so on، أو الfunctional activity بتاعته حاجة يعني specific أو أدت إلى الحدوث ده الحاجة دي. طيب إيه بقى قصدنا إيه باليونيت at risk والريست at risk؟ طيب قبل بس ما هدخل كده يعني عشان نختصر، ان الايتيولوجيكال فاكتورز في predisposed individuals بدات الاي سايكل بتاعه الافاسكولار نيكروز او الباثولوجيكال فيز. والحاجه الكاركترستيك برضو زي ما قلنا كده انها ايرلي بتبتدي فاسكولار، تبتدي بعد كده هتاثر على الاوسيوس ستراكشر بتاع اليونيت، وتنتهي ليتلي ب
كوندرال ديستراكشن. تمام، وده معناه ان الاستراكشر اللي احنا قلناه بتاع اليونيت كومبليتلي الثلاثه مين كومبوننتس بتاعت اليونيت will be affected at the end. عايزين ما ننساش القصه دي، الثلاثه will be affected. explanation، في ناس بتقول ان هو المشكله الانسيدنس ده اللي حصل، الاسكيميا اللي حصلت دي، دي الفات سيلز فوق هنا اللي موجوده في المارو بتاع اليونيت. مع الاسكيميا اللي بتحصل هيبتدي الانسيدنس ده هيحصل اسكيميا، الاسكيميا دي بتخلي يحصل اديما في الفات سيلز، الاديماتوس فات سيلز هتبتدي تضغط to compress the sinusoids اللي موجودة في اليونيت، هتبتدي تزود الـ venous pressure، وده بعد كده لما هيوصل لحد معين هيبتدي يأثر على الـ arterial inflow، فهيبقى ليه tamponade effect ويبتدي حاجة أو يعمل لنا حاجة شبه الـ compartment syndrome، compartment inside the unit. مين اليونيتس، انهي تايب اوف اليونيتس اللي احنا بنقول عليهم الريسك؟ لقوا ان تايب 1 اللي هو اللي مش الارتكيوليتنج بس مع كابيتيت اللي بيمثل 30% او 35% من النورمال بوبوليشن، ده ريسكي اكتر فور ذا ديفلوبمنت اوف ذا يونيت. بعكس التايب 2، تايب 2 ده لقوا ان هو لا ليه بروتكتيف افكت، ما بيحصل يعني الانسيدنس بتاع كيم بوك اقل. تايب 1 في اللي احنا قلنا عليه اللي هو الترابيزويدال اللي فيه ترابيكولار باترن عامله 130 درجه، هرجع كده انا اسف، اللي هو قلنا عليه ده التايب ده ال 130 درجه دي بتخلي الترابيكولي مور برون يحصل لها فراكشرز وستريس فراكشرز، بعكس الترابيكولي هنا اللي هي بيربنديكولر. والتايب ده موجود اكتر زي ما قلنا في الالنا ماينس ريست. تمام، فاللي هو الترابيكولر باترن ده بعكس 2 و3 اللي هما التانيين بقى اللي هما ال110 درجه واللي هو البنتاجونال والريكتانجلر. كل ما كانت اليونيت سايز اصغر كل ما كان البرون اكتر انها يحصل لها كيم بوك، وده مفهوم، معناه الستريسز اللي بتنزل عليها بتخليها يعني ستريسد بصوره اكبر او البريشر بيتوزعش على مساحه اكبر. اليونيت كفرج المفروض ان اللي هي ريستنج على الراديوس، بس في انواع من اليونيتس بتبقى مترحله شويه النر وورد، فبتخلي الكفرج بتاعها من الراديوس اقل، ودي مع الالنا ديفيشن بيبقى اقل واقل، فاللودز بتبقى اكتر في الاريا اللي هي الراديال بتاع اليونيت اللي هي بيحصل بيبتدي منها الباثولوجي بتاع الكيم بوك، بتبقى الاستريسز اعلى ما يمكن. فكل ما كانت اليونيت كفرد بالراديوس كل ما كان الريسك ده اقل. النمبر اوف فيزلز احنا قلنا من 7 ل 20% اليونيت ات ريسك بتعتمد على وان بلاد سبلاي موستلي الفولر without significant او يعني appreciable anastomosis. الكورتيكال ثيكنس اللي احنا قلناها اتكلمنا عليها السبكوندرال بليت اللي موجوده في الراديال بارت البروكسيمال، كل ما كانت ثين كل ما هتخلي اليونيت عرضه اكتر او انها تو ديفلوب الكيم بوك. ادي اكزامبل اهو، ده كمان لقوا من الحاجات اللي هي اليونيت اللي هي تايب 1 اللي احنا قلنا ارتكليتنج بس مع كابيتيت، انها بتعتمد في الحركه بتاعتها اكتر على الميد كاربل رادر ذان ذا ريديو كاربل، وده بيزود الاستريسز عليها هنا بعكس تايب 2 اللي بتعتمد على الريديو كاربل. احنا قلنا ان ليها بروتكتيف افكت، هي دي اللي احنا قلنا عليها تايب 1 وتايب 2. هنا برضو اكزامبل للكفرج، كل ما كانت الكفر اليونيت دي الكفرج بتاعها او الريستنج على الريديوس اقل، وخصوصا بقى مع الالنر ديفيشن واللودنج هيخلي البريشر اكتر على الجزء الراديال، فده هيزود الفرصه انها تو ديفلوب الكيم بوك.
الباترن بتاع البلاد سبلاي، قلنا في ناس مؤمنه تماما ان القصه بتبتدي في الفينوس سيركوليشن والتامبوناد والكومبارتمنت، وبتقول ان البدايه ايدر وان اوف تو، ان بيحصل ستريس فراكشرز بتبتدي تزود البريشر على بتعمل لوكالايزد فينوس هايبرتنشن، وده اللي بيبتدي الانسيدنس او السايكل اوف كيمبو. وفي ناس بتقول لا، بس في بعض الاحيان بيبقى المشكله بتبقى generalized venous hypertension واخدة اليونيت كلها وبتعمل venous obstruction للإكسترا osseous blood supply، بس يمكن ده البروجنوزز بتاعه أحسن شوية من اللوكاليزد. أو الحالات دي على فكرة غالبا الانسيدنس بتاعها أكتر من الجنراليزد venous hypertension. طيب احنا ده اليونيت at risk. طب ايه بقى الradius اللي احنا بنقول at risk؟ حاجتين، الالنا variance، كل ما كانت الالنا ماينس نيجاتيف، لقوا حالات كتيره، ولو ان على فكره برضو الريسيرش فيها برضو يعني بعد ما قالوا في الاول ان الالنا ماينس دي ممكن تبقى سبب، او في حالات كتيره لاحظوا معايا كده في حاجات بتعاكس القصه دي. انا على فكره ما كنت في اليابان كان معظم حالات الكيمبوك ما كانتش نيجاتيف، كانت في اليابان اكتر نيوترال او بوزيتيف، لكن ستيل ده موجود. وقلنا احنا كمان ان النيجاتيف هو النيجاتيف منطقي الحقيقه، لان ده برضو معناه ان اللودز اللي هتتنقل للالنا اقل، هتتنقل اكتر للراديوس، وهتبقى بتزود البريشر على اليونيت. كل ما كان الانكلينيشن بتاع الراديوس فلات، احنا قلنا الانكلينيشن ده حوالي 22 درجه، كل ما كان فلات ده معناه برضو زياده الستريس اكتر على اليونيت. فدي يعني زي اللي هنا في الصوره، كل ما كانت فلات اكتر كل ما كان الستريس، وادي الالنا ماينس هيخلي الستريس اكتر على اليونيت. طيب يعني احنا تو سمرايز كده، في عندنا ميكانيكال فاكتورز يعني بتزود البريشر على اليونيت، الديفرنت تايبس اوف اليونيت بتخلي فيه ريسك، الريبيتد تروما، في ناس بتفترض الكلام ده كتير. ثواني يا احمد، هو التليفون ده هو التليفون عندي بس انا مش عارف خلاص، هو تليفون البيت بس، معلش. ماشي يا حبيبي، ماشي. الحاجة الأخيرة الريبيتد تروما، ده برضو في ناس بتفترض الكلام ده، وطبعا الديبريفيشن اوف ذا بلاد سبلاي لأي سبب. خلاص هي دي مجمل الحاجات كده، البرود لاينز بتاعت الباثولوجي. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ حصل الانسيدنس وبدأ هيبقى في نكروزز. النكروزز دي غالبا الاريا دي بتحصل فين؟ بتحصل في البروكسيمال اند راديال بارت اوف ذا يونيت. ادي اليونيت اهي، احنا هنا كده، ده بروكسيمال تحت، فوق الجزء الفايبل اللي عايش ده هو الديستال، لكن الجزء اللي هيبتدي فيه النكروزس، حصل انسيدنس ده وبدا النكروز، هيحصل في البروكسيمال. زي ما قلنا احنا غالبا هيبقى في البروكسيمال عشان الـ قلنا ترابيكولار باترن، بيبقى هنا الستريسز اكتر. والبلاد سبلاي انا ما قلتهاش برضو، الارتريز بعد ما بتدخل جوه اليونيت بتنتهي باند ارتريز بروكسيمال، فما فيهاش انستموزز الحتت دي اند ارتريز بقى في الاريا دي، فالاريا دي فيها اند ارتريز ليست بلاد سبلاي والويكست بوينت للترابيكل، فعاده بتبقى الانسيدنس بتبتدي في الاريا دي. حصل بتبتدي زي ما قلنا باسكيميا، اسكيميا هتعمل اديما في الفات سيلز وتانيشيت، ولو ما اتلحقتش هتنتهي بنكروز، والاوستيوسايتس هتموت وتبقى اللاكيوني بتاعتها امتي. لو اتلحقت، وده بيحصل بقى، هي الموضوع على فكره دايناميك بروسيس، يعني هي مش مجرد طخ طخ طخ، لا، في دايناميك وفي ترايلز في التيشوز النير باي. احنا عندنا بقى الجزء الديستال ده فايبل وبصحته والبلاد سبلاي كويس، عاده بيبقى كده، فبيبتدي بقى يبعت حاجات عشان تعمل ريبير، اللي هي بقى ايه، بنعمل ريبير في الاريا دي اللي هي بين الهيلثي وبين النكروتيك.
تبتدي بقى الاريا اوف ريبير دي تبتدي يحصل انجيوجينيسيس، تبتدي فايبروفاسكولار تيشو يبتدي بينتريت الاريا اوف نيكروزس تراينج ان هو يصلح القصه دي ويلحق التيشوز اي ويعمل لها ريبليسمنت، ويبتدي بقى الاوستيوكلاست تعمل ريزوربشن للنيكروتيك اريا، والاوستيوسايتس تبتدي تدخل تحاول تبني نيو بون فورميشن، والفاسكولاريتي بتدخل وعلى حسب بقى فاكتورز برضو مش مفهومة بالنسبة لنا قوي، هينتهي الموضوع بقى يا إما بكمبليت نيكروزس أو إن إحنا يحصل ريجينريشن. وقصة دي برضو مش كتير قوي، يمكن أكتر في الأطفال في الانفانتايل والأدوليسنس، أو اللي إحنا بنسميهم تين، في التين بوكس. تين بوكس البروجنوزس بيبقى أحسن، وممكن يحصل ريكوردد ان يحصل كومبليت هيلينج. تمام، يبقى احنا في النهايه لما هنبص على اليونيت عندي زون اوف فايبل بون ديستري، عندي زون اوف ريبير ان بتوين، وعندي زون اوف نيكروز. لو ما اتلحقتش بقى الدنيا ايه اللي هيحصل؟ يبتدي بقى يحصل بقى النيكروزس في البون، ويك بون، وبعدين البلاد سبلاي اللي بيدخل ده هو بيتراي ان هو يجيب يعني يلحق الدنيا ويعمل ريبير، لكن هو بيبرينج بلاد وهايبريميا بتحصل. الهايبريميا دي على فكره ليها اسبكت مش حلو، انها بتويكن البون وبتخليه عرضه ان هو يحصل له فراكشر، فممكن تكون بيبتدي بقى يحصل فراكشرز وفراجمنتيشن وكولابس في اليونيت. وبعد وادي ادي منظر اهو، احنا باصين هنا كده من الارتيكولار، ده الديستال ارتيكولار سيرفيس وده البروكسيمال ارتيكولار سيرفيس، والكارتليج بقى في ان ذا اند بيبتدي هو كمان يحصل له كولابس وديجنريشن، وبيبتدي بقى القصه بقى بتبتدي كمان كولابس في الكاربال بونز. بعد ما اليونيت بتكولابس الكاربال بونز كمان بتكولابس وتنتهي بارثرايتس شبيهه بالسناك والسلاك ريست، لدرجه ان بعض الناس بتسميها كداك او كين بوك ديزيز ادفانسد كولابس، على وزن سناك سكافويد نان يونيون ادفانسد كولابس اند سكافول يونيت ادفانسد كولابس. في ناس بقى بدأت تكلاسيفاي القصة دي، أشهرها طبعا هو ليشتمان الراجل الأمريكاني ده في سنة 77 حط الكلاسيفيكيشن الشهيرة بتاعته معتمدة على الإكس راي فايندينج، وقال بقى إنها بتتقسم لأربع ستيجز. ستيج 1 اليونيت نورمال، ستيج 2 بتبقى دنس، كل ده بالفايندينج دي بالإكس راي، وبعد كده بيحصل لها تبتدي يحصل كولابس في اليونيت، ده في تايب 3A او كلاس 3A. 3B بقى اليونيت بيحصل لها كولابس والكاربال بونز برضو كمان هي نفسها بيحصل لها كولابس. ريسنتلي ضافوا كلاس جديده اللي هي 3C ويرز ذيرز يعني كورونال فراكشر في اليونيت، وده ليه باد بروجنوزز. وستيج 4 بقى اللي هي بان كاربال ارثرايتس، دي ده الكلاسيفيكيشن بتاع ليشتمان. احنا فهمنا على قد ما فهمنا الباثولوجي. على فكره بالمناسبه يعني انا نسيت اقول بمناسبه الكورونا، يعني في ناس بتفترض ان ممكن يكون التريجرنج بوينت ريليتد لفايرال لفايرال انفكشن. يعني هنعمل ايه بقى؟ خلاص احنا انا يعني مش هتكلم على الكلينيكال بيكتشر، يعني معروفه، لكن هي مينلي سنترال ريست بين وويكنس وتندرنس اوبوزيت اليونيت وويكنس في الجريب وليميتيشن في الرينج اوف موشن وهكذا. طيب هنشخص ازاي؟ الايمجينج طبعا السلاح بتاعنا الشهير. الحاجات المهمه الالنا فاريانس، وعرفنا اتكلمنا قبل كده عليها ازاي بنحسبها. الراديال انكلينيشن، كل دي الحاجات دي ليها امبليكيشن في الستيجنج وليها امبليكيشن في التريتمنت بتاعنا. والحاجه الثالثه بنعتمد على السكافو راديو سكافويد انجل. الراديو سكافويد انجل دي عشان بنوصف بيها الكاربال كولابس، لو هي اكتر من 60 درجه يبقى ده حصل
كولابس في الكاربال بونز. مش ده الروتين بتاعنا. احنا عاده بنوصف الكاربال كولابس بالسكافول يونيت انجل، يعني سكافول يونيت، بس عشان احنا هنا اليونيت بقت يعني حصل لها كولابس وابنورمال شيب، فمش هنقدر نحسبها كويس، فبقينا نعتمد على الراديو سكافويد انجل. ستيج واحد اللي احنا اتكلمنا عليها بنستعمل برضو الـ MRI. ستيج 1 احنا قلنا ان اليونيت ما فيهاش حاجة في الاكس راي، لكن هيبتدي بقى تبتدي تبقى تشو سيجنال او لو سيجنال في تي 1 في الـ MRI. ده كورونر وده ساجيتال كات في تي 1 باين فيه الكين بوك ديزيز. ستيج 1 نورمال اكس راي، ابنورمال فايندينجز في الـ MRI. باي ذا واي برضو عشان ما ننساش، بقوا دلوقتي يتكلموا على ستيج 0 ودي ضافوها للليشتمان كلاسيفيكيشن. ستيج 0 دي برضو زي الافاسكولار نيكروزس في الهيب، اننا عندنا الام ار اي كمان بتبقى نورمال، تبان اكتر في اللي هي الجادولينيوم انهانسد ام ار اي، والعيان بيبقى عنده انترميتنت او باروكسيزمال اتاكس اوف بين. نبص على الاكس راي والام ار اي نلاقيها نورمال، تبان بقى في الجادولينيا. هي حاجه يعني حاجه ثيوريتيكال شويه. طيب ستيج 2 اليونيت بقت دنس، باينه دنس في الاكس راي، وبرده نفس التشينجز موجوده في الام ار اي. تي 1 اقل، وممكن في تي 2 كمان يعني هنا برده انكريس سيجنال شويه، بتبقى في اديما وممكن الاديما تبان كده. طيب ثلاثة بقى بدأ يحصل يونيت كولابس، ومن هنا بقى يعني هنا بتبقى الدنيا أوضح شوية في الإكس راي، يعني بنبتدي بقى نقدر نستغنى عن الام ار اي. لكن هنا بصوا حضراتكم شايفين ده الكورونال فراكشر باين هنا في الكات دي، وده اللي هو اللي احنا بنسميه بقى اللي هي ستيج 3 سي، اللي هي الكورونال فراكشر اللي هي اتوثق بإضافة جديد على الليشتمان كلاسيفيكيشن، ما كانش موجود اوريجينالي في الادي ولا ستيج 0. ستيج 4 بقى بدا يبقى فيه ارثرايتس، بان كاربال ارثرايتس حوالين اليونيت بقى في الديستال سيرفيس والبروكسيمال سيرفيس، بقى فيه ارثرايتس وسيست فورميشن والارتيكولار ديجنريشن. طيب بالمره بقى واحنا هنا كده ديفرنشال دايجنوزس، ساعات على فكره في الام ار اي ساعات في حاجات بتلخبطنا. الانترا اوسيوس جانجليون زي الليجن ده هنا برضو بتدي شبه كده، بتبقى بس هي ممكن تبقى في الريديال سايد وممكن تبقى في الالنر سايد، بس هي الحاجه المميزه ليها هي برضو تي 1 بتبقى لو سيجنال في تي 1 وهاي سيجنال في تي 2، بس هي بتبقى عاده كونكتد للسكافول يونيت سبيس او اليونت تريكويترال سبيس، بتبقى فاتحه في السبيس من هنا او من هنا، يعني دي برضو من الحاجات اللي بتبقى مميزه شويه. الحاجه بقى الثانيه دايما اللي برضو اللي بتخمنا شويه، ودي بلاقيها كتير برضو في الريبورتس بتاعت الام ار اي، يعني للاسف برضو ساعات الناس في الراديو دايجنوزس يعني لو هو مش اكسبرت ممكن يتخم فيها شويه. التشينجز بقى تبقى اكتر في الالنر سايد، احنا قلنا انها في هناك بتبقى في الراديال سايد او واخده هوموجينس في اليونيت كلها، لا دي بتلاقي التشينجز اكتر في الالنر سايد بتاع اليونيت، تلاقي تشينجز كده موجوده، الاقي سيست في الالنا، وعاده بيبقى النا بلس، وممكن التشينجز كمان في الام ار اي تصل، التشينجز ممكن توصل اكتر في الترايكويترم، نلاقي تشينجز ونلاقي ثيننج في تي اف سي سي الديسك اللي هنا. دي الحاجه المميزه بتاعتي اللي هي النر امباكشن سيندروم. الحاجه الثالثه اللي ممكن تلخبطنا زي هنا برضو، الاقي بقى بدل السيجنال في تي 1 بدات تقل شويه، بقت هايبو انتنس بس على خفيف كده، والاقي السيجنال اكتر والمساحه بتاعتها اكتر في تي 2. الانكريس سيجنال هنا واللو شويه مايلد هنا، دي على طول افكر ان ده اديما حصلت، اديما بتخلي السيجنال تقل في تي 1 وتزيد اكتر في تي 2، وده اللي بيحصل مع الكونتيوجن. وهنا بقى عاده بيبقى في انسيدنس للتروما واضح، يعني مهم قوي ان انا اسال العيان وابقى واخد منه هيستوري كويس.
ده يفرق لي شويه بين اللي ده. هو على فكره ده بيخمني في الستيج 1، يعني ده برضو البيكتشر بتاع الستيج 1، فهنا دور الهيستوري مهم قوي. طيب هل السي تي ليه دور؟ اه ليه دور. ليه دوره بقى في ايه؟ هو ظريف جدا في الستيج اللي هي 2 ل 3 اللي هي في الاكس راي، يعني الاول الام ار اي هو اللي بيديتكت بدري قوي، متاخر بتبقى الاكس رايز خلاص وضحت. لكن السي تي انا بحبه جدا في 2 و3. ليه بقى في ليه في الستيج 2 و3؟ لان انا زي ما حضراتكم شايفين هنا، ادي اكس راي، هنا ادي الصف اللي فوق الرول اللي فوق ده الاكس راي. لكن لما نبص عليها بقى في السي تي هنلاقي، بص حضراتكم هنا في الدي دي بدا يبقى فيه فراكشر هنا. فراكشر هنا ده ينقل لي اليونيت. انا شايف هنا يعني لما ببص في الاكس راي للوهله الاولى اقول ايه ان دي دنس اليونيت ودي ستيج 2. لكن لما ابص هنا 3 لا ابتدي اقول لا والله دي ممكن تبقى 3، يعني اقرب الى 3 ايه. فهو بيخليني بقى ايه ابقى شايف الدنيا بصوره اوضح كده، بيديني فوكس اكتر. برضو زي هنا بص حضراتكم كده يعني الاكس راي هنا عاديه خالص 2 اقول عليها 2، لكن لما ابص هنا في السي تي لا ده في فراكشر واضح هنا، في بدايات فراكشر، يخليني اغير الكلاسيفيكيشن. وده كل ما اغير الستيج ممكن يبقى ليه بقى ايه معنى تاني في التريتمنت عندي. حتى برده هنا برده انا 3 وادفانسد وبتاع كده، بس هنا لا انا شايف الراديو اليونيت جوينت، لا ده الموضوع ايه بدا يبقى فيه ارثرايتس حوالين اليونيت، يعني ممكن يخليني اعمل ستيج ان اقول الستيج دي 4 other than 3 او 3 بي. مفيد يعني انا بحب السي تي ده. طيب نراجع تاني الام ار اي، احنا بنعتمد على تي 1 وتي 2 ايمجز. في النورمال عشان احنا ايه اللي جوه اليونيت؟ جواها فات بتاع البون مارو، فبيبان زي ما احنا عارفين ان الفات في تي 1 بيبقى برايت ودارك في تي 2. الاسكيميا اللي بتحصل في البروكسيمال وراديال، خلينا بقى نقول هنا في البروكسيمال، فيبتدي يحصل اسكيميا، بيحصل إديمة. الإديمة تخلي ال T1 بدل بقى دارك شوية، وتخلي T2 بقت برايت. النكروزز لما حصل السيلز ماتت، فتي 1 الفات مش موجود، فبقى تي 1 بقى دارك، تي 2 ما فيهاش ووتر، ما فيهاش إديمة، ما فيهاش حاجة، فبتديني نفس البيكتشر. على فكرة باي ذا واي شايفين نفس البيكتشر بتاعت النورمال، تي 2 ما بتفرقش ما بين النورمال والنكروتيك، الدهاني كلها كده دارك سيجنال. عشان كده لازم نخلي بالنا الايمجز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي احنا بنسميها conventional imaging MRI CT and X-ray. خدتوا بالكم حضراتكم فاكرين حتة التورتة هي بتورينا أوسيوس وبتسجست فاسكولاريتي، بتسجست، لكن الكارتلج ما جبناش سيرة عنه خالص، احنا مش شايفينه إلا اللهم إلا يمكن في الليت ستيجز بقى لما يحصل أرثرايتس وبتاعه كده ممكن نتوقع indirectly ان احنا عندنا مشكله في الكارتج. لكن في الستيجز الاولانيه احنا دي منطقه عمياء بلايند اريا بالنسبه لنا، احنا مش شايفينه خالص. ايه تاني؟ الام ار اي حضراتكم شفتوا في الفات في الجدول اللي فات الاريا ممكن نعرف شويه الفايبل اريا نيكروتيك اريا ممكن نعرف، لكن الاريا دي مش معروفه بالنسبه لنا. الاريا دي بتدينا بيكتشر مشابهه للنيكروتيك اريا، وعشان كده ممكن الاقي الزون اوف نيكروزس بالاكوردنج للام ار اي اللي هو العادي بتاعنا العادي ده ممكن الاقيها ايه اوفر استيميتد واسعه لانها ضم معاها الريبير اريا او الريباريتيف اريا. تمام. ومن هنا بقى في راجل انا مش عارف الحقيقه اسمه شميت، اعتقد ان هو الماني باد نويشتاد، جه عمل اتكلمنا بقى على الجادولينيوم انهانسد ام ار اي، وقال لنا ان الجادولينيوم ده فيه مزايا كبيره قوي.
ان هو الانهانسمنت دي بتحصل او البرفيوجن ده بيحصل في الحالات بتاعت الاسكيميا والحالات بتاعت الريبير. هو بتبقى الاريا دي بيحصل لها انهانسمنت والبرفيوجن بيزيد في الاريا دي، لكن في النورمال والنكروتيك مفيش انهانسمنت بيحصل. وبالتالي زود لنا الفيجن بتاعتنا وبقينا نشوف بقى بدل ما كنا بقى نورمال واسكيميا ونكروز، لا بقى في عندنا اريا اوف اسكيميا وبيتر وذ بيتر الاينمنت وبيتر ديفينيشن، وبقى عندنا حاجات بارشالي نكروتيك، يعني نقدر نعمل ونعرف الريبير اريا ان عندنا هنا في ريبير اريا وبقى هنا نكروزس وهنا فيابل بون. الاريا دي الحته بتاعت الريبير دي ما بتبقاش واضحه. بصوا التي 1 هنا في الثلاثه زي بعض، ما بقدرش اميز بينه، وممكن التي 2 يبقى متشابه في حد كبير. فده عمل لنا فوكس اكتر وخلانا نقدر نشوف الاريا بصوره اوضح ونفهم الباثولوجي اكتر، وده ممكن هيبقى ليه امبليكيشن في اختيارنا للتريتمنت. الراجل جريجوري بين ده الراجل ذس سمارت يعني هاند سيرجن من استراليا، الراجل ده بقى خد باله من حاجه ان احنا الكارتليج يا جماعه ده حاجه مهمه بتأفكت الاوتكم، والكارتليج ده كمان يعني ده واخد طريق، يعني لو ديسترويد مش هيبقى فيه فول ريكفري. فين يا جماعه انتوا ما حدش الايمجنج اللي فات ده، فين القصه بتاعت الكارتليج؟ ايه وضع الكارتليج في القصه دي؟ عمال تقول لنا الام ار اي والاكس راي والاشتمان ومش عارف ايه، فين الكارتليج المهم في القصه دي؟ حدش جاب لنا سيره. وبدا يبص هو بقى بالارثروسكوبي وبدا يكتشف ان في الستيجز ابنورمال كارتليج، والكارتليج الابنورمال ده او هو سماه نون فانكشنال كارتليج او نون فانكشنال سيرفيس، ولقى ان هو او عرفه ان هو الحاجات بقى اللي هي فيها فايبريليشن او فيشر او دينودنج للارتيكولار كارتليج في ارياز او ابريجنز، وفي معظمهم بقى فيه ساينوفايتس. وبدا يحط الارثروسكوبيك كلاسيفيكيشن بتاعه، بدا يقسم according لل non-functional surface. يعني ايه non-functional surface؟ يعني زيرو ده ما عندناش non-functional surface. non-functional surface يعني واحد من surfaces هو عادي يتكلم مع ان احنا عندنا central column، عندنا radius هنا، عندنا proximal unit، distal unit، وعندنا الcapitate. ادي اربعة surfaces اهو موجودين. الاربعة دول لو فيهم واحد فيهم non-functional هياخد grade 1، لو هما كلهم سلام هيبقى زيرو، لو واحد بس هيبقى 1. وشوفوا واحد ده غالبا بيبقى فين؟ في البروكسيمال يونيت زي ما احنا قلنا. واحد يبقى هو ده افكتد، يبقى ده جريد 1. جريد 2 يبقى 2 سيرفيسز، يا اما تبقى 2A هنا او 2B البروكسيمال والديستال بتاع الايه بتاع اليونيت، او ثلاثة دول او الاربعه كلهم افكتد اكوردنج للكلاسيفيكيشن. والكلام ده على فكره منطقي جدا. ليه بقى كمان؟ لان احنا بالرغم ان الكلاسيفيكيشن بتاع الاشتمان ده سيمبل ومش انفيزيف والانتر اوب يعني انتر اوبزرفر ريلايبيليتي بتاعته كويسه، لكن حقيقه بتلاقي مش كورليتد قوي مع الفانكشن. يعني تلاقي عيان عنده الاشتمان سيء جدا بس الفانكشن بتاعته مش بطاله، او العكس يعني جريد مثلا 3A لكن هو بيشتكي ومش قادر يستخدم ايديه وبتاع. فواضح ان في فاكتورز ثانيه احنا مش واخدين بالنا، ممكن تبقى ممكن يكون الكارتليج ده ليه دور في القصه دي. طيب احنا بقى عرفنا القصه، فهمنا الباثولوجي على قد ما فهمنا، يعني على قد ما بيقول لنا الريسيرش. طب عايزين بقى نبلان بقى تريت، هنعمل ايه بقى في القصه اللي مش عارف ايه وكارتليج ايه وبون ايه وكلام من ده. How to plan our treatment. نبذه عن البروجنوزز برضو عشان ده هيبقى برضو عامل فاكتور. لقينا ان اللي هم الناس اللي احنا قلنا عليهم تين بوكرز، دول التين بوك اللي عندهم بتيجي في الناس الصغيره، لقوا ان الانفانتايل اصغر من 12 تقريبا كلهم بي يعني بس بمجرد الاموبولايزيشن بيحصل حتى اب تو ليونيت ريفاسكولايزيشن. والناس اللي هم من 13 كده لغايه مثلا 20 او سكليتال ماتوريتي الجوفينايل، دول 70% منهم بيمشي كويس قوي، 30% بس مع النون يعني النون اوبراتيف تريتمنت
ممكن يحصل لهم بروجريشن وجاست جوينت ليفلنج بروسيجر او تمبرري سكافول يونيت سكافو اس تي تي فيوجن اس تي تي ايموبلايز يعني فيكسيشن كده تمبرري فيكسيشن ممكن يحسن ال فدول البيدياتريك ايج جروب كلينيكالي اند راديولوجيكالي البروجنوزز بتاعهم فيفربل. عندنا جروب تاني بقى الناس الالدرلي. الناس الالدرلي دول كلينيكالي فيفربل كويسين، لكن مهما كانت الراديولوجي الراديولوجي ممكن بتسوق مع الوقت بس مش كوريليتد مع الفانكشن. يعني ممكن يبقى الراديولوجي بتاعهم وحش لكن الفانكشن بتاعتهم كويسه، فنعتبرهم او انا بعتبرهم كلينيكالي فيفربل البروجنوزز بتاعهم. واكتر فيهم الفيميلز على فكره بعكس الناس التانيين، يعني الناس اللي هو الكلاسيك اللي هو من 20 ل 40 ده بيبقى ميلز، لا دول لقينا فيهم فيميلز اكتر وما بيشتكوش ويجي اكس راي سيئه جدا بس اب تو ارثرايتس يعني، بس العيان ماشي كويس. وعشان كده حتى التريتمنت بتاعنا ليس انفيسيف ان ذيس جروبس. تريتمنت بلان كانت زمان ليشتمان يعني برود لاينز كده هقول لحضراتكم كده ان احنا يعني نبتدي اللي هنا واحد ده مثلا نون اوبراتيف، اتنين نبتدي نعمل انلودنج اليونيت اهو كان الناس بتفترض ان هي البريشر عليها واللودز هنا كتيره فاحنا عشان نقلل اللودز يا اما نعمل نقلل اللودز من الراديوس او من الكابيتيت على حسب الالنا فاريانس. بدأ بقى يبقى في ستيج 3A وممكن حل تاني ان احنا نعمل ريفاسكولاريزيشن ونفس الحلول دي مكملة معانا في 3A. 3B بقى لا يبقى ده هنعمل كاربل يعني ليميتد كاربل فيوجن. 4 يبقى ده بقى ايه نشوف حاجة سالفج بقى للريست بقى ولا ارثوديسز ولا الكلام ده خلاص. وكنا ماشيين على الكلام ده كتير، جه لخبطنا شوية جريجوري بين ده بالكلاسيفيكيشن بتاعه وقعد يقول لنا مش عارف ايه والفانكشنال ايه ويا جماعة خلوا بالكم وهنا بيبقى فيه أرثرايتس هنا وهنا بيبقى فيه أرتيكولار كارتليج متاكل وبتاع، وعمل شوية موديفيكيشن بسيطة في القصة دي تمام. وبدأ يحط برضو هو البلان اوف تريتمنت بتاعه according للستيج واكوردنج للي هو شايفه في الأرثروسكوبي. بعدين جه الراجل الاخراني الشميت ده قعد يقول لنا لا ده في حاجات بقى اسكيميا بس وفي حاجات بارشل نيكروزز وفي حاجات كومبليت وفي حاجات ممكن تتلحق وفي حاجات ريفرسبل وفي حاجات مش ريفرسبل وبتاع. فدلوقتي هنرجع تاني اليونيت، احنا برضو عايزين نادرس اول كومبوننت اوف ذا يونيت تمام، اوسيس كارتيلاجينس فاسكولار، وكل واحده فيهم بتبقى افكتد ان ا ديفرنت واي. طيب ايه رايكم بقى بداوا هم يفكروا الناس بره ان هو نعمل ايه بقى، ناخد الثلاثه كلاسيفيكيشن دول ونبتدي نخلطهم كده في بعض ونبتدي نعمل التريتمنت بلان بتاعتنا بيزد على الفاكتورز دي، الفاكتورز او الداتا اللي اتجمعت لنا. احنا عمالين نجمع داتا من هنا ومن هنا ومن هنا نفهم الصوره اوضح، نشوف الموضوع يعني بالصوره ادق ونبتدي البلانت تريتمنت. ولقينا طبعا يبقى الفاكتورز اللي هت يعني هتحكمنا في اختيارنا للتريتمنت البيشنت ايج، احنا قلنا بقى ان في ناس ليهم بروجنوزس كويس، الريفاسكولاريزيشن بوتنشال وده اعتمادا على الكلام اللي الراجل قاله لنا بتاع الانهانسد الجادولينيوم ده شميت ده، واعتمادا على الباثو اناتوميكال اسبيكت بتاعه اليونيت اللي احنا نقدر نستشفها من بين او الارثروسكوبيك كلاسيفيكيشن والراديولوجيكال كلاسيفيكيشن، والسيكندري افكتس على الريست اللي برضو هنعرفها من الارثروسكوبي ومن الاكس ريز او الام ار اي او سي تي الايمجينج والارثروسكوبي. طيب ايه بقى ايه الجايدز بتاعتنا الجايد لاينز، معلش يمكن الجزء ده يمكن يلخبط شويه بس هو يعني في النهايه هيبقى يعني هيبقى سهل، بس هو في شويه حاجات كده ايه يعني لازم يعني تتعبل شويه. طيب الايج اوف بيشنت احنا قلنا البروجنوزز في الاقل من 15 عاده كويس، فاحنا عايزين يعني معظمهم دول نون اوبراتيف، لو استمرت القصه بيشتكي بعد 6 شهور عايزين نعمل حاجه مينيمال انفيسيف لان البروجنوزز كويس. وفي ناس بتعمل transient أو temporary just key wire fixation للـ STT joint كنوع من الـ unloading للـ unit.
طيب 16 ل 20 نون اوبراتيف. لو فضل مستمر السيمتومز لاكثر من 3 شهور، وده احنا قلنا متوقع ممكن نتوقعه في 30% بس من الحالات، 70% هيخفوا ويبقوا كويسين، نعمل لهم حاجه انلودنج برضو بروسيجر، يعني حاجه تقلل اللودز. الناس الكبار عشان ما بيشتكوش قوي برغم من ان الراديولوجي مش حلو، فبرضو يعني مش هنستعجل على الاوبريشنز خالص. ولو عملنا حاجه يبقى برضو حاجه كده ايه، ساينوفيكتومي او شويه او حاجات بسيطه من البروتوكول اللي هنتكلم عليها بعد شويه. لما جمعنا الحاجات مع بعض كده قلنا بقى ان اليونيت هتبقى حاجه من ثلاثه. اليونيت دي يا اما انتكت او كومبرومايزد. كومبرومايزد يعني ايه؟ يعني جزء منها بس هو اللي افكتد، او نون ريكونستراكتبل. نون ريكونستراكتبل بقى يعني الدامج فيها كبير، يعني خلاص دي بقى يعني هنحلها لل مش عارف بيقولوا ايه، يعني اللي يعني بيهلكوا العربيه او مش عارف ايه كده في توتال لوس. يا دكتور احمد افندم، توتال لوس. توتال لوس بالظبط كده، يعني بحها في الحلفيه والعياذ بالله. خلاص فهيبقى يعني يا اما تبقى انتكت او كومبرومايزد بارشل، فيها بارشل افكشن او حصل لها بقى ايه توتال لوس. طيب ولقوا برضو ان الريست كمان برضو هيبقى حاجة من ثلاثة، يا إما حصل كولابس بس، يعني جاست حصل كاربال كولابس زي العجلة كده نامت كده هنا كاربال كولابس، أو حصل أرثرايتس في الراديوليونيت جوينت اللي هي برضو إيه بيبقى كومبرومايزد، أو ما نعتبره بقى non reconstructable wrist ان الارترايتس اتنقلت للراديو سكافويد بارت. هنا وصلت هنا مش بقى مشكله اليونيت والسنترال كولوم اللي احنا بنتكلم، لا ده العمليه بقى وصلت لنا هنا كمان، ده بقى كده بالنسبه لنا الريست ده للاسف الشديد non reconstructable. يبقى age، وضع اليونيت، وضع الريست، تمام. وبدا بقى ايه يحطوا بقى ايه امالجاميشن كده للداتا والتباديل وتوافيق وحاجات كده ونحط. طبعا احنا طبعا ايه يعني احنا ناس معقده طبعا، يعني ما نسيبش الدنيا تبقى سهله كده خالص، لا لازم ايه نعقرب ونكبر ونعمل. طيب جنرال سكيما، عندي العربيه الجديده اليونيت دي اللي هي الانتكت، يبقى انا اعمل لها ايه؟ احافظ عليها، احاول الحقها واحافظ عليها واحوط عليها وكله تمام. طيب عندي يعني قدر الله وما شاء فعل كده، يعني حصل كده دامج في حته كومبرومايزد وحته بس في الـ في الـ في اليونيت، لا احاول ايه اصلح القصه دي اعملها ريكونستراكشن. حصل بقى يعني لا قدر الله بقى توتال لوس، يبقى انا ايه لازم اسلفج بقى، ملهاش حل بقى، مش هقدر مش هعمل لها ريكونستراكشن بقى، لازم هنضحي بيها ونشوف ونحاول نشوف لها اي الترناتيف تاني ولا اي حاجه، تمام. طيب اليونيت بقى اللي هي الانتكت، ايه بقى المقصود باليونيت الانتكت؟ اللي هي ستيج 1 و 2 في الكلاسيفيكيشن بتاع الليشتمان ده اللي هو بتاع الاكس راي، اللي هي لسه اللي هي يا اما مش باين فيها حاجه او لسه دنس، واكوردنج لبين ما حصلش حاجه في الكارتلج اللي هي زيرو بتاعت بين ده، اللي هو ما عندناش نان فانكشنال كارتلج، يعني كل السيرفيس بتاعت السنترال كولوم دي كلها انتكت، ما عندناش مشكلة، والفاسكولاريتي لسه في مرحلة الإديمة والإسكيميا، ما وصلناش لمرحلة النكروز. لا دي بقى اكتشفنا القصة دي، نلحق بقى نجري نلحق، عايزين نشوف أي طريقة نلحق بيها اليونيت. هنبتدي كونزرفتيف تريتمنت لمدة 3 مانس، نلبس العيان كده سبلنت، نبعد عن الاكتيفيتي ميديكال تري، يعني كل لو في حاجات كوزز ممكن تعمل اوستيونيكروزز نبص عليها، ستيرويد مش عارف كواجيلوباثي مش عارف ايه الكلام من ده، نخلي بالنا من القصه دي. لو فضل العيان سيمتوماتيك اكتر من كده او في يعني حصل بروجريشن بالاكس رايز، لا يبقى احنا بقى ايه لازم نعمل انلودنج حاجه بقى من الميجرز الثانيه، يا إما أحاول أعمل ريفاسكولاريزيشن، يا إما أعمل أنلودينج لليونيت، أو أعمل ديكمبريشن لليونيت. يعني إيه الكلام ده؟ أنا بس معلش يعني إيه طبعا عشان بس الموضوع ما يكبرش قوي، أنا مش هتوسع فيه، أنا هقول البروت لاينز بتاعت التريتمنت، لكن مش هنقعد نتكلم ونسهب في العمليات، يعني ممكن يبقى
يعني محتاجه حاجه تانية، بس احنا لكن احنا بنحط الاوتلاين بتاع التريتمنت والباثولوجي وهكذا عشان نفهم الموضوع جلوبالي. طيب انلودنج يعني ايه؟ احنا من الحاجات احنا يعني هو مفترضين ان الاستريس زادت للاسباب اللي احنا قلناها ات ريسك، ووضع الريست اللي ات ريسك زود اللودز اللي عليه، فاحنا عايزين نقلل اللودز. اللودز دي هنقللها ازاي؟ هنقللها يا اما نقللها هي، هو بيشبهه برضو النات كراكر افكت، ان هي اليونيت بتطحن ما بين زي كسرت البندق كده بين الكابيتيت والريديس، في الريست اللي هو ات ريسك وفي اليونيت اللي هو ات ريسك. طيب احنا عايزين نفك شويه، عايزين نفتح الكراكر ده او كسرت البندق دي شويه، فهنعمل ايه؟ يا اما نكسر في الريديس يا اما نكسر في الكابيتيت. طيب هكسر انا في الريديس امتى؟ لو انا عندي الالنا ماينس، لو الالنا ماينس والريديس طويله يبقى انا اعمل راديال شورتنينج، ودي سهله وظريفه واكسترا ارتيكولر وما بتاثرش على الرينج اوف موشن، حاجه لطيفه جدا. طيب لكن لو انا عندي بقى الالنا بلس او نيوترال مش هقدر اعمل كده، مش هقلل الريديس كمان، لانها برضو زي ما انا بقلل كده هي بتزود لي البريشر في الالنو كاربال كومبو يعني كومبارتمنت، فانا ما اقدرش اعملها في الحالات دي. او ما اعمل ايه بقى في القصه دي؟ اعمل كابيتيت شورت، اقصر الكابيتيت. تمام، بس العمليه دي برضو ليها مشاكل شويه، لكن عدلوها بعد كده وقال لك نعمل بارشل كابيتيت، بس مش موضوعنا يعني. ان جنرال يبقى عندنا بارشل كابيتيت. طب عندي الترناتيف تاني؟ عندي الترناتيف تاني، اعمل راديال ويدج اوستيوتومي في الريديس لو انا عندي النا بوزيتيف، مش هقدر اقصرها، بس اقدر اغير ايه؟ اغير الاورينتيشن بتاع الريديس، اشيل ويدج اوبن لاترال، فدي ممكن تبقى حل تاني. وهي دي على فكره ما بتقللش اللودز قوي الحقيقه، هي مش انلودنج، بس هي ميزتها يمكن يبدو انها بتزود الكفرج بتاع اليونت. تمام، لو العيان بقى صغير ممكن نعمل له ابيفيزيوديس في الريجس، ده حل تاني بسيط وسيمبل. طيب مش عايزين، عندنا الترناتيف تاني، ممكن نعمل دريلينج باليونيت وعشان اعمل لها ايه؟ عشان ادي كومبريس الفينوس هايبرتنشن ومعها ساينوفيكتوم، وممكن القصه دي اعملها بالارتروسكوبي، يعني يبقى حل بسيط وسهل. او انا بقى راجل خبير اقدر اعمل، احاول اعمل ريفاسكولاريزيشن. ريفاسكولاريزيشن اندايركتلي بالكوردي كومبريشن بتاع ديستال ريجس، كوردي كومبريشن كده جاست ان انا اجيب معلقه كحت كده وفي الميتافيسز واعمل ايه يعني اكحتها كده، اعمل دي كومبريشن، وجدوا ان الكلام ده بيزود البلاد سبلاي. على فكره القصه دي برضو اكتشفوها بالصدفه البحته، يعني لقوا ان عيان كان كيمبوك جاله فراكشر ديستال ريجس، وبعد ما جاله فراكشر ديستال ريجس اتحسنت جدا الستيج بتاعته بتاعت الكيمبوك، ففكروا ان هم يعملوا كده. ونفس الفكره اعتقد في الني برضو عندنا كده، ان الاوستيوتوميز من الحاجات اللي بتزود البلاد سبلاي، فهي برضو نفس الفكره ان النير باي اريا دي الاوستيوتومي او دي كانسر. وعلى فكره دي برضو ممكن تكون هي سبب مش الاوستيوتومي بقى، يعني هو الاوستيوتومي يعني بتاعت الريديوس ممكن مش بس الانلودنج افكت، نتيجه الهايبريميا اللي بتحصل في النير باي اريا برضو ممكن تكون هي سبب. او ممكن نعمل بقى ريفاسكولاريزيشن عن طريق بقى ايه، بيديكل جرافت بقى او فري فاسكولاريزد بون جرافت، بناخدها من الريديوس او من الفيمورال كوندايل. خلاص، طيب ده في اليونيت اللي هي قلنا انتكت. طيب عندنا بقى اليونيت اللي هي كومبرومايزد، دي بقى عايزين نعمل لها ريكونستراكشن. مين اليونيت اللي هي كومبرومايزد؟ هي بقى اللي فيها مشكله حصلت فين؟ في البروكسيمال بارت بتاعها، حصل نيكروزس في البروكسيمال بارت، اللي هي هتبقى ستيج بقى 3 اي وفيها بارشال نيكروزس اكوردنج للي هو الراجل اللي هو بتاع الانهانسد او الجادولينيوم، وبين جريد 1. جريد 1 لو انتوا فاكرين اللي هي ده جريد 1 اللي هي كانت في الارتروسكوبي، الارتيكولار كارتليج في البروكسيمال بارت مش حلو، الارتيكولار كارتليج هنا مش حلو، وفوقيها سب كوندرال بون مش حلو، والفاسكولاريتي هنا في الحته دي بقى نيكروزد، الحته دي بقت كلها كده نيكروزد. طيب اعمل ايه؟ في ناس تقول طب اشيل انا بقى القصه دي
بالكارتليج بتاعها واجيب اوستيوكوندرال جرافت فري جرافت فاسكولارايز من الميديال فيمورال جرافت، وده واحد انا مش فاكر اسمه برجر ولا كده يعني، راجل مشهور في القصه دي واعتقد راجل نمساوي يعني، بياخد هو اللي بوبولارايزد القصه دي، بياخد اوستيوكوندرال جرافت من هنا ويوصله في الراديال ارتري ويريبليس القصه دي كلها. طب انا واحد مش خبير، ما عنديش الاكسبيرينس والاكسبرتيز بتاعته، طيب خلاص يبقى احنا ايه نشوف لنا طريقه بقى ايه نعوض بيها اليونيت دي زي ما هيجي بعد شويه، خلاص هي ريبليس بقى، انا يعني مش قد كده، راجل كبير مثلا اعمل له بروكسيمال لوكار بيكتومي واخلص من القصه دي، من القصه، او اعمل فيوجن، اعمل فيوجن كده راديو سكافول يونيت فيوجن، او اعمل ريبليسمنت في حاجات بايو كاربون او ميتاليك يعني زي ما هنتكلم بعد شويه. طيب توتال لوس بقى في اليونيت، اليونيت كلها ضايعه، دي زي مين؟ زي اللي هي الحاله دي، فاكرين اللي هي كورونال فراكشر او الستيج 3 سي اللي هم ضافوها جديد للاشتمال، اهي دي والفاسكولاريتي بتبقى كلها بالستيج 3 بقى، التوتال نكروزس في اليونيت الكورونال فراكشر ده وحش قوي، وغالبا على فكره بيكون نتيجه الكابيتيت، حتى هم بيسميهم نات كراكر فراكشر. الحالة دي بقى اليونيت ما فيهاش امل قوي، ومعانا الريست لسه كويس، لسه ما حصلش كاربال كولابس، يبقى نعمل يا اما نعمل ليونيت ريبليسمنت، وعلى فكره ممكن اشيلها خالص واعمل، في ناس بتعمل ايه، تعمل كابيتيت لينثنينج هنا في الاريا دي، او عندي في ناس بتجرب، بس ده طبعا ده لسه برضو اندر ترايل اللي هي ايه بروثيسز مكان اليونيت، او لو راجل كبير يعني اقدر اعمل بروكسيمال روكر بيكتو. طيب دول الحاجات اليونيت ولسه الريست عندنا كويس معقول. طيب ندخل في الريست، الريست احنا قلنا ايه بقى، قلنا يا اما حصل كاربال كولابس، يا اما حصل راديو اليونيت ارثرايتس، دي في الستيجز بتاعه الارثروسكوبي اللي هي 2 اي و3 و4، او الريست ده نون ريكونستراكتبل لو الارثرايتس اكستندد للراديو سكافويد، تمام، او بقى بان كاربال ارثرايتس يعني اللي هو بقى بان كاربال ارثرايتس. طيب بالحالات دي اللي هي ستيج 3 بي، لما انا اشوف كده بدا يحصل كولابس هعمل ايه؟ عايز الحق اوقف البروسيس دي الكولابس عشان ما يزيدش وما يخشش في الارثرايتس بقى. هعمل ايه؟ هعمل القصه الشهيره بتاعتنا الفيوجن، هعمل اللي هي فيوجن في الاسكافو كابيتيت او اس تي تي فيوجن. ايه الهدف من الكلام ده؟ هدف حاجتين، ان انا هوقف الريست على كده يقف الكولابس، الكولابس عمال كل شويه اليونيت بت 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 يعني بيحصل لها فراجمنتيشن كولابس، ووراها بقى الكابيتيت نازله مكانها، والليجامنتس مش عارف بتحصل لها ويكننج، والسكافويد بتفليكس، والستريسز بتزيد، ويبتدي بقى بعد شويه هتخش في يعني في ناس بتقدرها في خلال خمس سنين هيخش في بانكاربال ارتايز. انا بقى الحق اوقف الدنيا دي، اعمل كولم كده ريديال كولم ثابت يمنع الفردر كولابس، او هوبفلي يعني ان هو يمنع الفردر كولابس، وفي نفس الوقت برضو بانلود اليونيت، يعني انا بحول اللودز بعيد عن اليونيت. خلاص ده الكولابس اللي هو كان ايه بقى، اللي هي فاكرين العجله اللي انا مثلتها بالعجله العربيه اللي هي نامت بقى، ان بدا يحصل كولابس في الريست بدون ارثرايتس. طيب بدا بقى لا في راديو اليونيت ارثرايتس، يبقى لازم راديو اليونيت ارثرايتس دي لو اليونيت عايشه زي 2 ايه هنا كده اعمل ايه، ممكن اعمل راديو سكافو اليونيت فيوجن، ده حل. الحل الثاني سكافو كابيتيت، يعني يا اما افيوز اليونيت او اباي باس السنترال كولم او الراديو اليونيت جوينت، انا عايز اباي باس يا اما الحم يعني اعمل يونيون ارثروديسيس في الجوينت ده، او اعمل له باي باس خالص بان انا اعمل سكافو كابيتيت فيوجن وباي باس اللودز. خلاص سهله. في التلاتة بقى لو التلاتة عندي برضو نفس الفكرة، اقدر اعمل سكافو كابيتيت عشان ابايباس القصة دي، او ممكن بقى بره، والكلام ده لسه برضو اندر ترايلز، ان انا لو عندي كابيتيت سليمة اقدر اعمل هيمي توتال ارثروبلاستي او هيمي ارثروبلاستي لو الايه لو الكابيتيت سليمة، بس الكلام ده بتاع الارثروبلاستي الحقيقة يعني لسه اندر ترايل، وخصوصا كمان ان العيانين دول عادة بيبقوا صغيرين في السن، فانا يعني
يعني صعب عليا قوي ان انا اخد ديسيجن حتى لو الكلام ده افيلبل بالنسبه لي ان انا اعمل ارثروبلاستي. ستيج 4 بقى السنترال كولم كله ديسترويد، يبقى انا اعمل احسن حاجه اسلم حل ان انا اخد سكافو كابيتيت فيوجن انقلها الناحيه الثانيه، انقل اللوتس الناحيه الثانيه وباي باس بقى من القصه دي. طيب الارثرايتس وصلت للريديوس كاب، احنا عمالين نقول هنباي باس ونحذف على هناك، لا طب الجوينت ده دلوقتي ديستركتد، لا للاسف الشديد بقى ما عندناش حلول بقى، يا توتال ارثروديسيس او توتال ارثروبلاستي. بس فدي السكيما الاخيره بعد ما ان احنا بعد ما احنا عملنا امالجاميشن للداتا بتاعتنا وادريسنج وعملنا اسسمنت للاوسيوس والفاسكولار والكارتليج كومبوننتس بتاعه اليونيت على اساس نوصل للبيست بروسيجرز هوبفلي، يعني نصل للبيست بروسيجر. بس يعني انا مش عايز نتلخبط، هي بس يعني الواحد برضه يبقى فاهم البرنسبلز هيلاقي الدنيا يعني مفهومه. وهي على فكره برضو عشان نبقى احنا يعني نبقى واقعيين، هي ما اختلفتش عن السكيما العامه زمان بتاعت ليشتمان، يعني اللهم الا في بعض الحاجات بقى في عندنا اوبشنز والسيليكشن شويه، لكن ان جنرال يعني هتلاقيها معظمها ماشيه برضو على نفس السكيما. في النهايه يعني انا بس مش عايز اسهركم اكتر من كده، التيك هوم مسج لازم يبقى في بالنا دايما ان اليونيت او الكيمبوك not only an osseous problem to the unit، لا osseous vascular and cartilage، ولازم عشان properly to add يعني to properly addressing الـ 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 القصه دي لازم يبقى في بالي الثلاثه components دول الaffection بتاعهم من اجل ان انا اصل في النهايه للموست ابروبريت تريتمنت. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا يا دكتور احمد. ممكن اطلب منك طلب قبل ما ننهي المحاضره او نخش على الدسكشن؟ عايزك في يعني في خلال 3 دقائق كده تقول سمرايز للتريتمنت او بالبلدي كده لما واحد يجي له حاله كاينبوك يعمل لها ايه في العلاج بدون كلاسيفيكيشن، يعني تخش زي ما بيقولوا كده يعني من غير كلاسيفيكيشن، تقول لو كان كذا كذا لو كان كذا كذا حاجه معلش حاجه بسيطه يعني حاجه بسيطه ترحم ماشي ارحم يعني. طب حاضر هقول حاجه بسيطه، احنا قلنا عندنا في تو جروبس هنطلعهم بره القصه، اللي هم الناس الصغيرين اب تو 20 سنه او ناس كبار، دول هبتدي معاهم نون اوبراتيف وحاول نون اوبراتيف على قد ما اقدر. فيلد هحاول اشوف لهم المينيمال بروسيجر، خلاص دول الاردرلي والناس الصغيرين. كويس؟ ماشي. الناس اللي هم اليوجوال بقى اللي هم اليونج ادلتس هبتدي اقول كده باختصار، لو هو ستيجز في الاول، الستيجز الاولانيه دي اللي هي واحد اللي هو بتاع اللي احنا متعودين عليه اللي هو في الاكس راي 1 و2 و3 اي، 3 اي ده يعني حصل كولابس في اليونيت بس ما حصلش الكاربال بونز، ما حصلوش كولابس. نعرف الكولابس ده ازاي؟ اسهل طريقه سكافو كابيتيت انجل، سكافو ريديو سكافويد انجل، اللي احنا قلنا اكتر من 60 او اقل من 60، لو هي اكتر من 60 يبقى حصل كولابس، ما حصلش كولابس يبقى اقل من 60. في الستيج الاولانيه دي برودلي ده يعني في مثلا 70-80% هيطلع الديسيجن يعني مظبوط. يعني هعمل ايه لو انا لقيته هبص العيني هتيجي على ايه؟ تاني حاجه انا عرفت الستيج خلاص 1 2 3 ايه، اضرب بعيني كده على الالنا فارينس بتاع العيان، لو لقيته نيجاتيف اعمل راديال، عندي اوبشن اعمل راديال شورتنينج او اعمل ريفاسكولاريزيشن. بس الريفاسكولاريزيشن دي هنخليها اكتر لواحد واثنين، يعني لما بيحصل كولابس في اليونيت وحصل فراجمنتيشن، بدا يحصل فراجمنتيشن، مش هنعرف نحط الفاسكولاريزد كرافت بتاعنا، فهخليها واحد واثنين اكتر، لكن لغايه 3 ممكن مكمل معانا الراديال شورتنج. طيب لقيت الالنا فارينس بتاعي 0 او
بلس. لا، في الحاله دي هعمل حاجه من اتنين، يا اما اعمل كابيتيت شورتنينج، ودلوقتي بقينا نعمل حاجه اسمها بارشال كابيتيت شورتنينج، يعني اكثر حته اعمل ال شيبد اوستيوتومي قصاد اليونيت، ما اجيش جنب الاسكافويد، عشان ليها مزايا كتيره، اتفاد او بمعنى ادق اتفادى العيوب بتاع الكابيتيت شورتنينج. اعمل القصه دي او اعمل الراديال او ويدج شيبد اوستيوتومي في الراديوس، يبقى هما دول الحلين بتوعي. خلاص، طيب 3 بي حصل كاربال كولابس، هعمل حاجه من اتنين، يا سكافو كابيتيت فيوجن، يا اما اعمل اس تي تي فيوجن. خلاص، الاثنين دول شبه بعض جدا ونفس البرنسبل بتاعتهم. يبقى 3 بي هعمل فيوجن، الستيجز اللي قبلها هعمل يا اما اعمل فاسكولاريزيشن او اعمل انلودنج. الانلودنج ده يا اما اعمله في الريديوس لو انا الالنا ماينس عندي، او اعمله في الكاربال بونز لو او اعمله في الكابيتيت لو انا الالنا بلس. ثواني يا احمد، معلش يا احمد سؤال، انت بتقول في ستيج 3 لو في كولابس حصل في اليونيت هتعمل اس تي تي فيوجن، ايمينج وات؟ لا، هو الكولابس هيبقى في الريست، في الريست مش في اليونيت. لا، اليونيت حضرتك هي بيحصل الكولابس من 3 ايه. انا قصدي، طيب انت عندك كولابس، يعني انت قصدك الكولابس ده فين؟ في اليونيت ولا حضرتك؟ طب معلش بيه، انا هي السلايد دي واضحه ظاهره؟ ظاهره. تمام دلوقتي احنا ايه اللي بيحصل في الستيجز بعد شويه؟ هو اليونيت في الاول هي بيحصل لها كولابس، هي في الاول احنا قلنا بيحصل بقى فراكشرز والترابيكولي والنكروزز والكلام ده، هيبتدي يحصل فيها كولابس في اول ستيج. بعد ما يحصل كولابس في اليونيت بعد شويه لما الموضوع ده يستمر، الكابيتيت هتقوم نازله، هتمايجريت بروكسيمالي مكان اليونيت، هتملى المكان بتاع اليونيت اللي حصل لها كولابس، هتسحب معاها الديستال روم. الاسكافويد كده احنا الليجمنتس بقت ترخي، بيحصل لها يعني ريلاكسيشن. الاسكافويد لما الكاربال كولابس هيحصل، هتقوم مكفيه فليكسد لقدام، فالاسكافويد هيحصل لها فليكشن، والكابيتيت هتمايجريت بروكسيمالي، والكاربال بونز كلها يعني الكاربال هايت هيقل، حتى احنا بنعرفها كمان بالكاربال هايت، فالكاربال هايت هيقل. فده بقى اللي هو بدا يحصل كولابس في الريست كله، مش بس كولابس في اليونيت. ودي اللي هي احنا بنسميها ستيج 3 بي. يعني ليشتمان لما قال ستيج، قال ايه اول ستيج فيها؟ قسمها ل A و B. ال A 3 A حصل كولابس في اليونيت، وبعد شويه 3 بي بدا يحصل كولابس في الريست نفسه. تمام، بعد شوية لما الوضع ده يستمر إيه اللي هيحصل؟ هيبتدي بقى يحصل أرترايتس في الريست اللي هي ستيج 4. طيب تاني، أنا هرجع بقى هأستاذن حضراتكم، يعني هرجع تاني كده فأشوف الكلاسيفيكيشن بتاع الليشتمان ده. طب ليه الشريحة دي موجودة ولا بتحطها هيربرت سكرو ولا بتعمل إيه؟ بتعمل فيوجن بإيه؟ الفيوجن يعني بعمله بصراحة يا إما كي وايرز في معظم الأحيان أو هيربرت سكرو. قليل من الشريحه دي مش موجوده قوي. لا مش كانت جت كده يعني، هو مش عارف، انا ما شفتهاش في مصر حقيقه، يعني ممكن حتى كمان مش موجوده في مصر في حدود عليا يعني، انا ما جربتهاش. هنقول تاني معلش الليشتمان كلاسيفيكيشن، اول ستيج اليونيت انتكت ومفيش اي حاجه باينه في الاكس راي، بعد شويه هيبتدي تبقى راديو دنس في الاكس راي. جه بقى بعد شويه بقى بقى النكروزز اللي حصل، هيحصل كولابس وفراكشرز وفراجمنت وكولابس خالص. لما يحصل كولابس في اليونيت ده اللي احنا بنوصفه بالستيج 3 ايه. طيب الوضع ده هيستمر بعد ما اليونيت حصل لها كولابس كده، ايه اللي هيحصل؟ الكابيتيت هتقوم مايجريت بروكسيمالي، فالديستال رو كله هيهبط، الاسكافويد هيحصل لها فليكشن. وعشان كده بنقول ان احنا الراديو سكافويد انجل هيبتدي الاسكافويد، عشان هي هتبقى فليكست
هيزيد الانجل، بدل ما كانت الاسكافويد عامله 45 درجه، لا هتبقى فليكسد هتعمل حوالي 60 درجه او اكتر. هتعمل لنا بقى لما يحصل الكلام ده ايه اللي هيحصل؟ هيعمل لنا ستيج 3 بي هنا. الكلام ده لو استمر بعد شويه يبتدي بقى ايه، بلاش ال 3 سي دي، دي حاجه اتضافت، هيعمل لنا بقى بان كاربال ارثرايتس هنا. تمام؟ تمام. طيب التريتمنت ايه بقى على الـ على السلايد دي باختصار، بدون الـ بدون الـ الحاجات اللي الجديده واللخبطه والحاجات دي. لو انا عندي ستيج 1 و2 و3A، الصف الاولاني ده اقدر اعمل، انا بصيت على ده عرفت انها في الصف الاولاني، عيني الثانيه هتبص، النظره الثانيه هتبص على الالنا فاريانس. لو لقيت النا ماينس يبقى حلو قوي، خلاص يبقى انا اقصر لها هي كمان الريديوس، اعمل الراديال شورت دي اسهل حاجه، والميزه كمان انها اكسترا ارتيكولر فما بتاثرش على الرينج اوف موشن، وبعدين ريفرسبل، يعني لو ما جابتش نتيجه كل الاوبشنز ثانيه متاحه. خلاص انا بقى يعني خبير وحريف، فانا ممكن اجي في ستيج 1 اند 2 اعمل فاسكولاريزيشن، اعمل ريفاسكولاريزيشن، اخد جرافت من الريديوس هنا، من الريديوس، واعمل احاول ترايل فاسكولاريزيشن بيديكل فاسكولاريزد جرافت. ما بنحبش في ثلاثة ساعات بيبقى صعب عشان الفراجمنتيشن والكولابس بتاع اليونيت، خلاص بيبقى السبيس بتاعها اقل ومفيش حته احط فيها البيديكل بتاعتي، فما بنعرف يعني نخليها اكتر لواحد واثنين. طيب بصيت على اليونيت لقيت اليونيت بلس او نيوترال، يبقى كده مش هقدر اقصر الريديوس. طب اعمل ايه؟ اقصر الكابيتيت، اعمل كابيتيت اوستيوتومي هنا، عشان كل ده عشان اقلل اللودنج بتاع على اليونيت. طيب عندي حل تاني؟ اه عندي حل تاني في النيوترال والالنا بلس، بدل ما اقصر اليونيت بدل ما اقصر الراديوس، لا هعمل اوستيوتومي في الراديوس، هعمل ويدج اوستيوتومي، هعمل لاترال كلوزنج ويدج اوستيوتومي، بحيث ان انا اكيب الالنا، اكيب الريليشن هنا لكن هقصرها من هنا، ودي يعني يمكن ما بتعملش انلودنج لكن هي بتزود الكفرج بتاع اليونيت، زي ما كنا قلنا ان هي من البريديسبوزنج فاكتورز او اليونيت ات ريسك انها ما تبقاش كفرد كويس بالريديوس، ده بيزود الكفرج بتاعها. تمام؟ طيب خلصنا لا هي مش ستيج 1 و2 و3، لا هي ستيج 3 بي. ستيج 3 بي حصل كاربال كولابس، يبقى انا وانا مغمض كده في حد كبير يعني اغمض كده وغالبا هيطلع صح، اعمل سكافو كابيتيت فيوجن او سكافو ترابيزيوم ترابيزويد فيوجن. هدفه ايه القصه دي؟ زي ما كان الدكتور عاطف بيسال، ان انا اوقف بقى، انا لو استمر الكولابس كولابس كولابس هينزل ينزل ينزل ويبتدي يعمل لي ارثرايتس بقى يدخلني في السيرجري 4، انا عايز اوقف على كده بقى، اعمل حاجه راديال كولم ماسك نفسه عشان يمنع الفردر كولابس، او هوبفلي يمنع الفردر كولابس، وزائد ان ده كمان هي انلود اليونيت، هيحول لي اللودز بدل ما هي ماشيه في الدايركشن ده في السنترال كولم، لا هياخدها وياخدها للراديو سكافويد. وعشان كده زي ما قلنا بقى ان هو الريست اللي بيبقى فيه الراديو سكافويد حصل فيه ارترايتس، مش هعرف اعمل فيه الحركه دي، خلاص ده بقى الريست ده يعني اللي هو نون ريكونستراكت، يبقى ساعتها بقى هعمل ارتروديسيس في الريست. تمام الكلام. تمام لو حضرتك حبيبني اقولها تاني انا ما عنديش مشكله. لا هو هبطك هنكمل في الاسئله. هو يعني عايز دكتور عاطف الفيسبوك اصل فيه سؤالين لطاف يعني. اتفضل. هو في الدكتور احمد شميس بيتكلم يعني معلش جمله لطيفه جدا عجباني الصراحه، يعني عايز الكومنت الدكتور عاطف والدكتور احمد. بيقول لاتيا لو احنا يعني تحت ال 20 سنه فهمنا يبقى كونزرفتيف تريتمنت، فوق ال 70 سنه كونزرفتيف تريتمنت. الفتره اللي هي ما بين ال 20 ل 50 سنه او من 20 ل 70 سنه، هل احنا كجراحين عاديين يعني هنقدر نتعامل مع حاله كين بوك ديزيز ولا لازم نحولها على جراح يد؟ هبتدي انا اجاوب. وطبعا احنا دلوقتي في الايرا بتاعت السبيشاليتي يا اسامه،
انه بقالنا ايه اكتر من 10 سنين دخلنا في السبيشياليتي، وده اعتقد بيبقى افيد كتير للعيان. فانا بشوف اني انا حتى لو جات لي حاله كيم بوكس، اشتغلت انا كام حاله مثلا في حياتي، قول سي اشتغلت 10 حالات، تمام؟ لو بعتها للدكتور احمد نعيم هيكون مثلا سي اشتغل 50 60 حاله. اذا النتائج هتبقى مع الدكتور احمد نعيم هتبقى احسن كتير من النتائج معايا. لا العفو يا بيه. لا احنا ما لازم نتكلم يا احمد. بس في نقطة فانا تعاطف، شايف معلش تعاطف، معلش بعد إذن حضرتك. أنت بتتكلم هنا حضرتك، مثلا احنا هنا في القاهرة وجنب الدكتور أحمد نعيم والدكتور عاطف بلتاجي والأساتذة الكبار، لكن أنا بكلمك على الأقاليم أو على الدول الأفريقية أو الدول العربية، ومفيش حد جنبك هاند سيرجن. احنا عايزين برضك تمام. بروسيجر بسيطة يعني يشتغل كلنا نشتغل. البروسيديورز البسيطة هي الراديال شورتنينج في الانديكيشن بتاعها، ده اعتقد بروسيديور يعني كلنا او معظمنا يقدر يعمله. او بس لا انا حتى اعتقد ان الكابيتيت شورتنينج ده تكنيكالي ديماندنج ما ينفعش يتعمل. معظمنا يا اما بيعمل راديال شورتنينج يا اما بيعمل اس تي تي فيوجن عشان توفلود او تانلود اليونيت. فاكتر من كده بقى فاسكولارايزد جرافت، اي بروسيدور اخر، انتر كاربال بروسيدورز، اعتقد انا شايف انه لازم حد سبيشالايزد يعمل الحاجات دي. رايك ايه يا احمد؟ يعني انا موافق حضرتك يا دكتور عاطف، بس هو انا مش عارف، يعني انا مش عايز برضو المسج، يمكن انا حبيت برضو اقول الحاجات الجديده. يعني انا يعني ممكن الكلام ده كحد جنرال اورثوبيديك ممكن يبقى فيه حاجات ادفانسد، بس انا يعني الكلام الجديد ده بيفلتر الحالات شويه، لكن هيأثر. مثلا انا متخيل ان هو مثلا هيغير الديسيجن اللي احنا كنا معتادين عليه في حوالي مثلا 10%، لكن 90% هو السيمبل كلاسيفيكيشن ده اللي انا قلته باختصار، اللي حضرتك يا دكتور عاطف بقالك مثلا 30 سنة مثلا بت 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 ماشيين عليه. هو انا متصور كده ان هو هيغير 10% بس، فمش عايز إن يعني مش عايز الناس تتلخبط وتغير. زي ما حضرتك قلت، هي يعني الراديال شورتنينج الى حد كبير بتجيب نتائج معقوله، وهي الى حد يعني طريقه يعني او تكنيك كل معظم الناس واخده عليه وتقدر تأديه، يعني مش هتفرق قوي عن حد سبيشالايزد. ما فيش مانع على فكرة برضو، عشان بس ما يعني ان هو الواحد برضو يتواصل مع حد، يعني مش لازم ان هو ايه، يعني لو حاجة بروسيجر بسيطة هو يقدر يعملها، وما فيش alternative تاني احسن، او ممكن يتواصل مع حد ويساله وبتاعه كده وخلاص، ويتاكد من الديسيجن بتاعه وخلاص، ويقدر هو يبروسيد يعني لو حاجه زي كده. لكن هو الكلاسيفيكيشن ده هيخلي مثلا هيخرج 10، انا كده متصور كده 10 مثلا بيرسنت من الحاجات، هنعمل تكنيك تانيه مش هو اليوجوال، بحيث ان هو يبقى ملائم اكتر للباثولوجي والسيتويشن اللي موجود. وهو ده يمكن برضو سبب ان يعني ممكن يحسن النتائج، او احنا ساعات بنلاقي في بعض العيانين نتائج مش حلوه قوي وفي عيانين تانيين بيمشوا كويس، هو بقى الجروب ده ممكن يستفيد من القصه، من الـ المور ريفايننج بتاع التريتمنت بلان. انا بقول لك يا احمد، انا لاحظت ان في حاجه كان كثيرين مننا بيعملها، واضح ان هي بقت اوبسليت دلوقتي، البروسيدور بقى اوبسليت، فكره انك تعمل اكسيجن لليونيت وتحط بقى سبيسر. ناس كانت بتقول نحط تندون، وناس الفكره دي اعتقد ما بقتش وارده خالص، ولا ايه رايك؟ هو حضرتك اليونيت ان هو نشيلها هي كده بيرسي لوحدها، ما عملش بروسيجر تانية؟ الادفانسد كولابس بتاعها لا لا يعني هتعمل بقى، يعني في ناس بتقول لك تعمل كابيتيت لينثنينج، في ناس تقول لك او يعني بالظبط الافكار القديمه ان يقول لك تحط سبيسر وات ايفر يو ويل يوز،
لكن انت يعني ما شجعتش هذه الفكرة في محاضرتك يعني. هو حريك اليونيت بس لوحدها ان انا اشيلها من غير ما اعمل ريبليسمنت ليها او اعمل فيوجن، يعني انا هقول لحضرتك احنا لما بنعمل فيوجن، هو انا معلش يمكن هو طبعا في تفاصيل كتيره في التريتمنت يعني او في الاختيار في العمليات، اه بس طبعا ده انا بيحتاج محاضرة مش هقدر كاملة اقول يعني. كل حاجه، لكن لو انا هشيل اليونيت بس، اليونيت صوتك عشان يا احمد. اشيلها، اليونيت عشان اشيلها في ميزه طبعا انها possible او potential source للبين، ففي ناس بتادفوكيت ان انا اشيلها خصوصا بقى في الحالات اللي هي الادفانسد شويه، لكن عيبها في ايه؟ ان انا لما بشيلها بيحصل اكسلريشن، لو انا دلوقتي ما ينفعش ان احنا اشيلها لوحدها، لازم اشيلها اعمل معاها فيوجن، ليميتد فيوجن يعني اس تي تي او سكافو كابيتيت، عشان ما يحصلش كولابس او النر ترانسليشن للكاربال بونز، ما يحصلش كولابس، ما يتحركش، لان هي بتسبورت، ما مش عايزين كابيتيت تنزل مكانها وهكذا، فاحنا عايزين نوقف الكولم ده بان احنا نعمل اس تي تي فيوجن او سكافو كابيتيت. بس حتى في الحالات دي لما بنشيلها لقوا ان المشاكل بتاعت الاس تي تي فيوجن ايه؟ انه بعد شويه اللودز بتزيد في السكافو كابيتيت كولم، فلما بتزيد ممكن ان هو يحصل أرثرايتس. ارثرايتس بدري. فاحنا عشان كده في ديبيت على اساس ان احنا نشيل اليونيت ولا لا، وحتى لو احنا لما بنعمل، في ناس اللي هي بتقول ما تشيلهاش اصله عشان ما يحصلش ارثرايتس، وبتقول كمان ايه، ان احنا لما بيحصل انلودنج بالسكافو كابيتيت فيوجن هو ده بيقلل البين المفترض من اليونيت، فيقول لك ما فيش داعي نشيل. لكن في الريزلتس بتاعت الليتريتشر بتقول ان البين اقل في الحالات اللي هي تشال فيها اليونيت، والارثرايتس حصول الارثرايتس ليتر اون في الراديو سكافويد جوينت اكتر. في سؤال على الفيسبوك للدكتور احمد صلاح عيسى بيسال هل في رول هنا للدينرفيشن؟ ما دي من الدينرفيشن، دي برضو من الحاجات اللي هي بتعتبر سالفج، يعني احنا اتكلمنا قلنا توتال ارثروديسيس او دينرفيشن، وفي ناس بتحب ممكن تعمله في ستيجز كتيره. دينرفيشن ده شائع شويه في المانيا برضو، بيعتقدوا ايه ان هو، او يقول ايه ان هو، هي موشن بريزرفنج بروسيجر، بتحافظ على الموشن، لو العيان استريح يبقى حلو قوي، يبقى احنا وفرنا، يبقى بدل ما نعمل له حاجه ليميتنج بروسيجر ليميتنج للموشن، لا نخليه يتحرك ونقلل البين. والله ما منفعش وما جابش النتيجه المرجوه، يبقى خلاص عندنا برضو كل الاوبشنز متاح نقدر نعملها، يعني ممكن نديها كترايل. احنا مش شائع عندنا، وانا الاكسبيرينس بتاعتي برضو مش حلوه قوي، او مش مشجعه قوي في الدينرفيشن، ف يعني ما عملتوش كتير حقيقه، لكن هو اوبشن ستيل وفاليد وممكن موجود كسالفج بروسيجر. دكتور محمد علي بيسأل في أي رول للألنر شورتنينج؟ ده قصده في الألنر بلس يعني. أكيد. أو لينس. هو بيسأل كمان لو لينس. لينسنج بقى. هو الألنر لينسنج برضه ده أوبشن. هو الألنر لينسنج ده أوبشن موجود، هو زيه زي الراديال شورتنينج يعني، أو بديل للراديال شورتنينج. بس يعني انا متصور ان الراديال شورتنينج اسهل والموربيديتي اقل، بدل ما اعمل لينثنينج في الالنا واليونيون بقى ممكن يبقى كويشنبل، ويمكن اعمل جرافت. في ناس بتديزاين الحاجات دي بحاجات زي زد يعني سلايدنج كده وبتاع، بحيث ان هو ما ياخدش جرافت، لكن ممكن يحتاج جرافت. فاعتقد ان الراديال شورتنينج هي نفس الحالات، فالراديال شورتنينج اسهل، تكنيكالي اسهل with less morbidity، فعشان كده هو يمكن مش شائع قوي الالنر. دكتور محمد طحون بيسال do you use loop magnifier in intercalibur operation؟ لا ما سمعتش، بستعمل ايه حضرتك؟ loop magnifier. ال ايه؟ loop magnifier.
لوب. لا اللوب لا ما بستعملوش عادة. لا هستعمله لو هعمل حاجة فاسكولارايزد، بيديكل فاسكولارايزد جرافت يعني. وبصراحة كمان يعني من أجل الأمانة يعني مش دايما بستعمله في الحالات دي. تمام. أو لا، أو ساعات بس يعني هو بيبقى البيديكل، بيبقى الفاسكولار بيديكل بيبقى إلى حد كبير كويس في الـ في الـ في الـ اللي هي مش الفري فاسكولارايزد، اللي هي البيديكل فاسكولارايزد كريفت. دكتور عاطف، انا خلصت اسئله الفيسبوك. تمام، احنا ما كانش عندنا اسئله كتير، هو كان سؤال واحد بس، هو يعني سأل على حكايه الالنر شورتنينج دي في حاله يا احمد لو قلنا بلس مش في لو قلنا ماينس. هو بيقول لك طب طالما في الالنا ماينس انت عملت راديال شورتنينج، طب في الالنا بلس ليه ما بتعملش النر شورتنينج؟ معايا؟ مع حضرتك. بس انا طبعا ممكن فكره انك تلعب في الارنا اصلا بشورتننج او لينسننج، احنا كلنا عارفين ان الارنا بالذات الجزء اللور سيرد بتاعها، البلاد سبلاي بتاع هذا الجزء از داوتفول، مش رائع يعني، حتى اللي بيجي له فراكشر ارنا في هذا الليفل بياخد وقت طويل على ما يلحم. فانا شايف ان اللعب في الارنا اعتقد ليه مشاكل كتيره، معرفش ايه رايك يا احمد. لا، وغير كده حضرتك، هو المشكله كمان ايه؟ ان احنا عمالين نقول يعني ان انا اطول الالنا، يعني اعمل شورتنج في الالنا، انا هزود البريشر في الراديو اليونيت، يعني انا بزود كده اللودز على اليونيت، يعني احنا انا هزود النات كراكر افكت بقى، ان الكابيتيت واليونيت كده هيستفردوا بقى باليونيت. صحيح صحيح. ف لا يعني ده هو ده هي يعني من الحاجات الشهيرة، احنا ليه بنهتم قوي نعرف الالنر امباكشن من الكين بوك. يعني احنا في الديفرنشال دياجنوزز اللي انا قلتها في الام ار اي مهم جدا، وبتبقى غلطة فادحة. يعني ليه هي غلطة كومن، بس هي فادحة في ايه بقى؟ ان الاتنين التريتمنت بتاعهم عكس بعض. يعني الالنر امباكشن العلاج بتاعها ان انا اشورتن الالنا عشان اقلل البريشر، لكن لو انا عملت بقى الحركه دي وانا فاكرها عشان وهي حاله كين بوك وانا فاكرها النر امباكشن، يبقى انا بزود البريشر، بسرع او باكساجريت الكين بوك ديزيز. تمام، عايزين نحرجك يا دكتور احمد، ونطلب منك المحاضره الجايه تكون البين فور ريست. ايه رايك يا دكتور عاطف؟ لا نستغل يعني هو طبعا نستغل ايه رايك؟ لا هو هنسيب لاحمد طبعا. اولا لو زملائنا عايزين اي حاجات معينه هيتواصلوا معانا ويكتبوا على الشات مواضيع معينه في الهاند، هنتواصل مع الدكتور احمد برضو وهنشوف ايه احسن حاجه نقدر نجهزها، وان ان شاء الله ان شاء الله في القريب هنستمتع بيه قريب يعني. ان شاء الله. انا في الاخر طبعا بشكرك يا احمد، وطول عمرك عمرك ما خذلتني، محاضرة رائعة ونقاش رائع، فربنا يا رب يوفقك يا حبيبي، ومن نجاح لنجاح يا رب دايما. بشكرك يا أسامة، بشكر كل زملائنا اللي قاعدين معانا لغاية الساعة 1 بالليل، سهرناكم معلش، بس أعتقد الموضوع ديزيرف إن أنتوا كنتوا تسهروا عشان تستمتعوا بمحاضرة زي المحاضرة دي. بشكركم جميعا، وإن شاء الله إن شاء الله إلى لقاء يوم الجمعة القادم إن شاء الله. شكرا، تصبحوا على خير. تفضل يا سامة. بنشكر اشهر تشيرمان دكتور عاطف بلتاجي بيه، ربنا يخليك لينا يا رب. والناس تفاعلت مع حضرتك وقالت عايزين تندون ديفورمتيز على طول اهوت. الناس ما بتصدق. ما انا عايزين ان هم يدونا الفيدباك يعني. وطبعا الموهوب بتاعنا يعني الدكتور احمد نعيم، ربنا يبارك فيه وفي علمه. فعلا فعلا يعني انت بتحول اي محاضره لقصه لذيذه مشوقه، ما بنحسش بالوقت معاك يا دكتور. ده حقيقه حقيقه يعني، وده اللي بيخليني احجزك من بدري للمحاضرات الجايه. بصراحه يعني فريق الهند عندنا يعني صراحه جامدين جدا، دكتور اشرف محرم ودكتور احمد نعيم، الاثنين عندهم البساطه والسلاسه
بتنافسوا في خدمة العلم وجراحين العظام في مصر بصراحة. جزاك الله خير يا دكتور أحمد، جزاك الله خير يا دكتور عاطف بيه، وكل جراحين العظام اللي سهرانين معانا جزاهم الله خيرا، شرفتونا وأنستونا، وإن شاء الله ميعادنا اليوم الجمعة الجاية مع الأستاذ دكتور وليد هيكل، وفي مفاجأة في نص المحاضرة الأولانية هنعلن لكم عنها في الفيسبوك إن شاء الله. تابعونا وانتظرونا، وتصبحوا على خير وكتر ألف خير. صباح على خير.